صراحة هذه القنطرة هذه يعني منين تبنات فرحنا بها ك يعني ساكنة حي الوفاق في مدينة مرة، يعني غادي تفك العزلة على الأقل على قنطرة محمد السادس اللي قبل منها، وكذلك يوم تفاجئنا بالقنطرة الثانية يعني اللي في الصف ديالها حتى هي يعني وقع لها نفس يعني القرار يعني يشملها. ف يعني صراحة هذا القرار يعني ما عرفناش حنايا يعني الناس او يعني الناس اللي وراءه، ولكن حنا تنتكلموا اليوم على يعني يعني كساكنه حي الوفاق تنتكلموا على يعني القنطره انها فكات العزله بزاف، ولكن اليوم سبحان الله يعني تفاجئنا بهذا يعني بهذا الشيء وهذا القرار هذا. فنتمنى ان شاء الله يعني المسؤولين او الناس اللي يعني القيمين على هذا المجال هذا ياخذوا بعين الاعتبار يعني ساكنه حي الوفاق او الناس اللي تستعمل يعني الطريق السيار يعني المجاوره وتراجع او لا يعني يديروا شي حل لهاد الناس هاد. لاحظنا هاد الصباح بان هاد الباب تشدات كانت فاتحه لنا بزاف ديال لي سوليسيون سورتو توجور لومبوتياج في القنطره القديمه ديال هرهوره. تفاجئنا هاد الصباح فاش جينا ندوزو من هنايا باش نمشيو الرباط لقينا الباب مشدوده. اصلا علاش هما علاش اصلا وجدوها وصوبوها لان كانت عاد تحل بزاف المشاكل سورتو سكان هرهوره بزاف كثارو ما كنشوفش انا زعما علاش عاد يقطو دي جوغ لون دوما يشدو هاد الباب من داروها لينا ولات دغيا كان غافورتي التماره فوالا والاخرى حتى هي دابا مسدوده. هادشي علاش حنا خصنا نعرفو علاش حنا كشعب هنايا في المغرب خصنا نعرفو علاش ماشي السبب. دابا راه هي لومبوتياج من هاد الجهه ولومبوتياج من هاد الجهه من الصباح انا كندور بحال هنا ما حصلتش. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.